هاد الطربوش اللي ولا بالدم غتكون لبسيه في الطهريه ما بتصار، وخصوصا في الصباح ديال الليل، وكيلبسوه صحاب الطرب الاندلسي والغرناطي. هاد الطربوش اللي ولا بالدم غتكون شفتيه في الافلام التركيه ولا المصريه ولا حتى السوريه. ولكن واش الاصل ديالو سوري مصري تركي ولا اصله مغربي؟ الطربوش، وتعرفوا الطربوش كان موجود في الجزائر وفي كل مناطق اللي كان فيها الوجود العثماني، شمال افريقيا تقريبا كلها. هناك طربوش تونسي جزائري المغربي، يختلف نوعا ما نوال. إيه، لكن التونسي والجزائري احنا جبناه من عند العثمانيين، للمغرب انتقل عن طريق الجزائر. الا كان دخل الجزائر عن طريق الامبراطوريه العثمانيه، هادشي كيعني انه عثماني ماشي جزائري. الا رجعنا نشوفوا الاتراك شنو كيسميو الطربوش، غادي نلقاو باللي كيسميوه فاس نسبه لمدينه فاس المغربيه، نسبوا الاصل ديالو ماشي سرقوه ولا نسبوا ليهم. فاسن فاس شهرندن تشيك مودر من القديم فاس تابو فاس كولانولور. İstanbul'a gelince biraz yükseltildi. Buna İstanbul'i derler. Fes kelimesinin sözcük kökeni bakımından Kuzeybatı Afrika'daki Fas'ın Fes 2. Mahmut yeni ordunun kıyafetlerinin de eski sistemden farklı ve daha çağdaş olmasını istiyordu. Dışından da Fes ithalatı arttı. Zamanla Fes bir İslam giysisi haline geldi. دول المشرق العربي وشمال افريقيا وصلهم الطربوش المغربي من الامبراطوريه العثمانيه حين كانت مستعمراهم، وكانوا كيسموا الطربوش المغربي شاشيه اسطنبول. ولا شفنا المغرب غادي نلقاو مولاي الشريف بن علي جد محمد السادس اول سلاطين الدوله العلويه في القرن 16 1631، كان كيلبس الطربوش الاحمر مشدود بالرزه. اما الا شفنا شجره سلاله السلاطين العثمانيين غادي نشوفوا باللي ما كانوش كيلبسوا الطربوش اصلا حتى القرن 19 في اخر 6 سلاطين اللي خدوه من فاس ورجعوه زي رسمي وطني للسلاطين العثمانيين سنة 1840. سنة 1925 مصطفى أتاتورك حاكم تركيا أمر بإلغاء الطربوش الأحمر كزي رسمي للبلاد. سنة 1952 في مصر أمر جمال عبد الناصر بإلغاء الطربوش كزي رسمي للبلاد. هل يعقل أن تراث ديال شي بلاد كيتمنع من أعلى السلطة في البلاد أنه يتلبس؟ هذا كيعني بلي راه ماشي ديالهم غير عجبهم وداروا فوق ريوسهم. من الإشارات التاريخية في هذا الموضوع هو قول شمس الدين المقدسي في القرن 10 قبل ما تأسس الإمبراطورية العثمانية بجوج ديال القرون، كيقول في الكتاب ديالو أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، أهل فاس كانوا يغطون رؤوسهم بطربوش أحمر. وحسن الوزاني في القرن 16 في كتابه وصف إفريقيا ومقتطف كيقول فيه وأهل فاس المغربية يغطون رؤوسهم بطربوش مصنوع من اللباد الأحمر، وهذا الطربوش اللي باقي حتى لدابا كيتصوب عن التراب شية بفاس من اللباد اللي هو الصوف مخلط مع الصابون البلدي. وكاين هذا الشكل اللي دايره به الرزه كيلبسوه خدام القصر، وكاين هذا الشكل اللي اغلبيه المرات كيكون اللون ديالو خضر وهو طربوش مخزاني. كان ديما كيلبسوا الحسن الثاني في الخرجات الرسميه والغير رسميه. تحيه كبيره بزاف لجميع الدول العربيه والغير عربيه المحبه والعاشقه والمهووسه بالزي المغرب. هذا ما يزيدنا الا فخرا واعتزازا بتاريخنا وثراتنا وحرفيه المعلم المغرب. بسببكم والحمد لله يزداد الطلب على كل ما هو مغربي. عدد الحرفيين المغاربه كيتزاد نهار على نهار وقيمتهم كتعلى. الا كان شي معلم طرافش كيتفرج فيا ايوا صيفط لي شي طربوش. شكرا لك انت بزاف حيت بقيتي حتى الاخر ديال الفيديو، حاولت بارطاجي الماكسيموم مع صحابك واتساب فيسبوك انستغرام، وهذا هو الانستغرام ديالي، تابعونا في انستغرام. اي موضوع كيما بغى يكون بغيتينو نهضر عليه انت ولا انت خليو لي في التعليقات، وشكرا بزاف لاي واحد كيبارطاجي بلا ما نقولها لك. كان معكم خوكم عادل السرقاوي، نتلاقاو ان شاء الله السيمانه الجايه فيديو جديد موضوع جديد. تهلاو ليا فراسكم.